أهلا بكم في أعرف. نعلم جميعا أن الكلاب والقطط من الأصدقاء المقربة للإنسان، وقد رأينا في قناتنا مقاطع تخص إنقاذ الحيوانات الأليفة لأصحابها بشكل وفي جدا. ولكن ماذا عن الغوريلا أو الدب القطبي؟ هل تظن أنهم سيكونون أصدقاء أوفياء؟ حسنا، دعونا اليوم نشاهد معا علاقات الصداقة القوية التي تجمع بين بعض الأشخاص وحيواناتهم البرية المتوحشة، فتابعونا. 1. جوا ويندن. إذا كنت تعتقد أن البطاريق تعيش في المياه الباردة فقط في القطب الشمالي فأنت مخطئ، حيث إن هناك أنواعاً تعيش في أمريكا الجنوبية بالفعل. وقد وجد صياد برازيلي بطريق بالقرب من الشاطئ وقد كانت حالته سيئة جداً، فأخذه الصياد واعتنى به وأنقذ حياته. وبعد أن تعافى البطريق بشكل كامل، أخذه جواو في القارب وأطلق سراحه بالجزيرة الخاصة بالبطاريق. وبعد مرور ساعتين من عودته، تفاجأ الصياد عندما سمع صوت البطريق ديندن الذي عاد إليه مرة أخرى ليعيش معه 11 شهراً. وبعدها عاد بنفسه إلى البحر مرة أخرى ليذهب إلى عشيرته. ومنذ ذلك اللحظة، واعتاد على الذهاب والعودة لرؤية صديقه البشري الوفي. 2. شيتو وبوتشو. هل تعلم أن إمكانية هجوم تمساح عليك تزداد ب150 مرة من هجوم سمكة القرش؟ ولكن يبدو أن الصياد شيتو لديه رأي آخر، إذ أن هناك علاقة صداقة قوية تجمعه بتمساح يدعى بوتشو، وولدت هذه الصداقة عندما وجد الصياد التمساح على الشاطئ وهو يحتضر بسبب إصابته بجروح بليغة، فأخذه الصياد إلى بركة المياه القريبة من منزله وظل يعالجه لمدة 4 أشهر تقريباً. وقد كان عليه أن يخفي التمساح لأنه ببساطة لم يحصل على ترخيص يسمح له بالاحتفاظ به في المنزل. وقد وصل وزن التمساح إلى 45 كيلوغرام، بينما وصل طوله إلى 5 أمتار تقريباً. وبعد أن انتهى من علاجه وأطلق سراحه في النهر، عاد إليه مرة أخرى مثلما فعل البطريق في القصة السابقة. وقد استفاد شيتو من هذه الصداقة في إقامة عروض يتجمهر حولها الناس ليروا العلاقة الوطيدة التي تجمع بينهما. 3. أورلازمي والأسود. كما نعلم، تعد أنثى الأسد من الحيوانات الحاملة لمسؤولية العشيرة أكثر من الذكر بكثير، حيث إنها هي المسؤولة عن صيد الفرائس. ولهذا فإن الذكور دائماً ما تحتاج الأنثى بجانبهم، لأنهم غير قادرين على فعل مهام كثيرة بمفردهم. وما قد لا تصدقه هو أن هؤلاء الأسود يعتقدون أن هذه هي أنثاهم التي تعتني بهم وتحضر لهم الطعام، لذلك فهم يتعاملون معها بحب شديد، نظراً لأنها هي التي ربتهم منذ أن كانوا صغاراً. وهذه الفتاة لا تقيم علاقة صداقة قوية مع الأسود فقط، وإنما تصادق حيوانات برية أخرى مثل النمور والفهود. كل هذا ولا تمتلك أورلازمي أي جروح في يديها سوى خدش بسيط. 4. سفيتلانا ويوري وستيبان. تتعدد الأساطير والخرافات في روسيا لدرجة أن الناس يعتقدون أنهم من الممكن أن يقابلوا دباً برياً في الشارع، ولكن هذا غير حقيقي على الإطلاق. وبالرغم من ذلك، يمكنك أن تشاهد دباً برياً في منزل بالقرب من مدينة موسكو. يخص هذا المنزل زوجان يعملان كمدربين للحيوانات في الحديقة القومية، وترجع بداية تربيتهم للدب إلى إيجاده في الحديقة شريداً من دون ملجأ. وبعدما حاولوا أن يضعوه في محميته مع عشيرته، هرب مرة أخرى نتيجة تهكم أفراد العشيرة الآخرين له بسبب صغر حجمه، فقد كان حينها يبلغ من العمر 2 فقط. فقرر الزوجان أن يتبنياه ويأخذاه معهم في المنزل. وبعد مرور 20 عاماً كبر الدب وأصبح ضخماً، وما زال يعيش معهم ولكن في منزل بمفرده ملحق بمنزل الزوجان، ويبلغ وزنه الآن حوالي 450 كيلوغرام. وفي كل يوم يحتاج أن يأكل حوالي 20 كيلو من الفاكهة والخضروات الطازجة والبيض وحساء اللحم. 5. كيفن والأسود والضباع. تمكن باحث في علم الحيوانات بجنوب إفريقيا من إقامة علاقة صداقة وطيدة مع الضباع والأسود،
فقد ظل يدرس سلوكهم في جنوب إفريقيا أكثر من 10 سنوات حتى تمكن من التعامل معهم وكسب ثقتهم، وهو لا يتفق مع طرق تدريب الحيوانات المعتمدة على عامل الخوف، وإنما يرى أن الثقة والاحترام هما العاملان الأساسيان لإقامة علاقة وطيدة مع أي حيوان. ويرجع سر مهارته إلى إدراك الإشارات الحيوانية التي تدل على مزاجهم، ويتبع بعض القواعد التي تساعده على ذلك، مثل عدم إيقاظ أي حيوان أثناء نومه، وعدم الاقتراب منهم أثناء تناول الطعام، وعدم إخافتهم. 6. ساليندا ونمال. هذا الفيل الصغير الوديع قد فقد والديه عندما انحصر في الفخ، وبالتالي لم يكن قادراً على اللعب مع أصدقائه من نفس عمره، وقد كان الحارس يعتني به اعتناءً خاصاً نظراً لحالته الصحية، فبدأ يعلمه الاعتماد على نفسه وصنع له قدماً صناعية لكي يسير بمفرده، وحتى الآن يرتبط الفيل بهذا الحارس ارتباطاً شديداً ويظل معه طوال النهار. 7. سارة والقرود. أصبحت سارة بالفعل أم لكل هؤلاء القرود، فهي تعمل كباحثة في عالم الحيوان، وقد وجدت أثناء عملها هؤلاء القرود الذين فقدوا أمهم، فأخذتهم إلى منزلهم لتضعهم مع بقية الحيوانات التي تحتفظ بهم في مأواهم مثل القطط والكلاب والطيور المختلفة. وقد كانت القرود تعاني من أمراض خطيرة، فعالجتهم حتى تعافوا، وحاولت أن تطلق سراحهم ولكنهم ظلوا معها ورفضوا الرحيل. 8. دومينيك وماريو. في يوم من الأيام كان دومينيك يسير في الشارع بالصباح كعادته، فوجد شخصاً يوقفه ويخبره بأنه مراقب، فعندما نظر وراءه وجد بطة تتبعه أينما يذهب، فتعجب وعاد إلى منزله، وفي اليوم التالي وجد نفس البطة تراقبه وتسير وراءه، فاعتاد الرجل كل يوم أن يسير في الصباح معها ويمكث معها لبعض الوقت، ثم يعود إلى منزله حتى أصبحوا أصدقاء مقربين. 9. بيير وإليان وديجيت. تتميز فرنسا بأنها أرض الرومانسية وقصص الحب العاطفية، ولكن قصة الحب الموجودة معنا اليوم فريدة من نوعها، حيث ربى هذان الزوجان هذه الغوريلا منذ أكثر من 15 عاماً، وبعد أن كبر حجمها وأصبحت ضخمة جداً وضعوها في حديقة حيوان صغيرة صنعوها بأنفسهم لها، وفي كل يوم تذهب الغوريلا إلى منزلهم وتمكث معهم وقت الغداء، وهي تحب إليان وتغرم بها بشدة، لذلك تظل في حضنها معظم الوقت. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم، أراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.